الثاني من المؤلفات المستقلة، منظومة في التجويد تسمى الدرة النورانية في الأحكام القرآنية. الدرة النورانية في الأحكام القرآنية ألفها المحقق الشيخ سعيد بن خلفان الخليل رحمه الله، وللأسف بأن هذه المنظومة غير مكتملة، بل إنها كذاكورة عمل 18 بيت فقط، مقدمة لمنظومة في التجويد. ونحن نعلم بأن الشيخ سعيد بن خلفان الخليل رحمه الله وإن كان يعتبر من المتأخرين، إلا أنه وجد بأن المكتبة العمانية تفتقر إلى كتب مستقلة في علوم القرآن، فأراد أن يؤلف هذه المنظومة لتكون خاصة بعلم التجويد. وأما يعني كأجوبة، فتمهيد قواعد الإيمان حافل بعشرات المسائل في التجويد وفي القراءات وفي التفسير للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله مفصلا عند الحديث على جهود علمائنا في التفسير. وكنت اليوم أرغب أن أبدأ بذكر المصاحف لأنها هي أول ما يذكر، ونذكر التفسير أيضا، لكن لأنني لم أحضر الشرائح للعرض ما أحب أن يكون الكلام نظري سردي، فإن شاء الله نرجع هذا إلى لقاء قادم بإذن الله. الدرة النورانية من خلال كتاب الباحثين كالأستاذ سلطان الشيباني والأستاذ فهد السعدي ومن كتب في هذا الجانب، تجتمع آراؤهم إلى أن منظومة هذه الدرة النورانية ناقصة ولم يكملها الشيخ، ليست مفقودة، الشيخ لم يكملها إنما ابتدأها. ولعل في بعض أجوبة الشيخ نفسه الشيخ سعيد بن خلفان رحمه الله ما يدل على أن الرجل كان ينوي محاولات في منظومة تواضعا منه، يقول وكتبتها، يعني معنى الكلام أنه جعلها كمسودة يريد أن يعدل عليها ويكمل فلما نظم هذه الأبيات القليلة التي سنذكر بعضها رآها بأنها لا تفي بالغرض، رغم أنه لم يدخل في العلم كعلم، 18 بيت يعني 18 بيت بسيطة، يعني في مقدمة لعلم التجويد تعتبر، فرأى بأن هذا الأمر لا يغني، يعني يقول منظومة متواضعة بسيطة ما تستحق أن أكملها أو أنشرها، فأهملها تركها. ولذلك الإهمال، هنا كلمة الإهمال احملوها على المدح لا على الذم، الإهمال في اللغة تأتي من الإهمال والكسل مثلنا نحن، لكن الإهمال عند بعض العلماء معنى أن يترك ذاك الشيء تورعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، تركه ينصرف عنه. كثير ما يبتدع علماء بكتب مؤلفات فيقطعون فيها شوطا ثم يهملونها أو يتركونها فينشغلون عنها بأشياء أخرى، أو أنهم يتورعون عن المواصلة فيها كما حصل مع الشيخ قاعد بن خميس، وحصل عند قطب الأئمة، وحصل عند علماء كثر. فالصحيح أن هذه المنظومة غير كاملة، والشيخ أهملها بعد أن ابتدأ فيها ورأى أنها كما يشير في بعض الكلام أنها لا تستحق النشر ولا تستحق، يعني شاف أبياته يعني ما موفية بالغرض، ما موفية بالمقاصد التي يريدها. يقول في هذه الأبيات: لك الحمد يا الله الكريم المنزل، من الذكر ما فيه الهدى والتذلل، تبارك أهل الحمد والحمد كله، بغيرك يا محمود لا يتأهل، وأزكى صلاة مع سلام على الذي إليه كتاب الله بالوحي منزل، هو المصطفى الهادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الهدى المدثر المتزمل، وأصحابه والآل وأصحابه والآل والتابعوهم عليهم سلام منه في النشر من دلوا. وبعد، فإن الله أنزل للهدى كتابا له في الكون شأن مجلل عظيم بتعظيم الإله، وإنه
لنور إلى نهج الرشاد موصل، هو العروة الوثقى فيا متمسكا به فزت فهو الشافع المتقبل. ولم تفنى ما في آيه من عجائب، كتاب عزيز مصدق وممحل. فيا تاليا آية الكتاب مرتلا تنبه لما يحييك يا من يرتل، ففيه شفاء للقلوب من الردى وفيه الهدى من عند ربك منزل. هذه مقدمة تعتبر، أراد أن يدخل فيها في التجويد وأحكام التجويد والنون والميم. والدليل على ذلك أن هذا الشيخ ضليع بعلم التجويد والقراءات، ما له من أجوبة واضحة. مثلا عندكم في كتاب مقاليد التصريف المطبوع في علم الصرف، مقاليد التصريف في 4 أجزاء طبعته وزارة التراث قديما وحققه الدكتور محمد بن سالم الحارث لكن لم يطبع حتى الآن، لو تفتحون على باب مخارج الحروف ستجدون أكثر من 50 صفحة في مخارج الحروف والصفات، فصل فيها الشيخ. طبعا هو نظم وشرح، النظم له والشرح له، وقد ألفه في صغر السن. أي مقاليد التصريف في علم الصرف كان يتعلم على أحد مشايخه صغير بعده، يعني ما وصل ل20 من عمره، فقده الشيخ فسأل عنه، ثم جاءه بعد مدة بعد أيام يحمل هذه المنظومة مقاليد التصريف، منظومة طويلة في علم الصرف، فقال انظر أيها الشيخ، يعني هذه محاولات البسيطة هل تصلح لها؟ فأعجب بها شيخه وألزمه أن يشرحها وشرحها. يقول سماحة الشيخ حفظه الله عن هذه المنظومة بأنها تفوق لامية الأفعال لابن مالك في جودتها وسبكها وقوة قواعدها. ابن مالك له منظومتين، الخلاصة الألفية في النحو، هذه تفوق كل المناظير، وله لامية في الأفعال شرحها قطب الأئمة في 4 أجزاء طبعته أيضا وزارة التراث قديما. هذه المنظومة التي نشير إليها اللامية، يقول الشيخ حفظه الله سماحة الشيخ بأن منظومة الشيخ سيد بخلفان مقاليد التصريف تفوق لامية ابن مالك في القوة والسبك، ومن يقرأها يعجب، ما يستطيع حتى يقرأها من قوة اللغة التي فيها. فإذا هنا لابد أن نعرف، تقرأ في مخارج الصفات، وأنا كنت تمنيت في كثير من الدورات التي عقدناها مع بعض الأساتذة والأخوات أن يهتم بهذه الصفحات 50 أحد فيظهرها في رسالة ذكر المخارج كلها والصفات أغلبها وتتبعها أبيات وشرحها ومثل عليها أمثلة كثيرة من كتاب الله عز وجل. زيادة على أجوبته كما سيأتي إن شاء الله، رجل يعني عملاق في القراءات، فإنه لما سئل عن هذا قال وأين نحن من هذه الأفنان، يعني هذه الأفنان علوم القرآن، الناس الذين يكتبون فيها يقول غيبتهم الأرماس، أي دفنوا في القبور. وكان من تواضعه رحمه الله أنه يقول يعني أنه لم يتأهل هذا الأمر أو لم يجد الثقة الذي يأخذ من هذه العلوم فيبرزها، وهذا سيأتي إن شاء الله مزيد عنه في الحديث على جهود الشيخ سعيد بن خلفان في التفسير. إذن هذه المنظومة كما هي ناقصة، لكنه مؤلف مستقل. الآن من يريد أن يراجعها يجدها في أجوبة الشيخ سعيد بن خلفان موجودة.